نسب وأرقام صادمة كشف عنها وزير العدل لوسائل إعلام حكومية تتحدث عن اكتظاظ السجون العراقية بأعداد المعتقلين التي تجاوزت نسبة 300% من طاقتها الاستيعابية. وفق أرقام تقديرية فإن استيعاب المعتقلات مجملا في العراق يقدر ب 25,000، لكن عدد النزلاء الحاليين يبلغ أكثر من 80,000. احنا اليوم في مرحلة انه يجب ان تكون هناك يعني تخفيف لبعض الاحكام، تخفيف للسجون العراقية. اليوم اصبحت مكتظة ومليئة، وهم بالنتيجة ايضا يشكلون عبء على الدولة العراقية وعلى وزارة العدل. هناك بعض الامور، يعني احنا اليوم ما نحكي عن الارهابي اللي قتل واللي يعني سفك الدم العراقي، هذا بعيدا عن العفو، ولكن نتكلم عن جرائم ويعني أفعال ممكن أن يخفف عنها، ممكن أن يعني يخفف عن الموضوع. اكتظاظ السجون واحد من بين أكثر الأسباب التي تدفع البرلمان إلى الحديث مرارا عن قانون العفو العام لتبييض السجون وفق آليات مشروطة لإطلاق سراح المعتقلين، لكن الخلاف السياسي المكوناتي ما يزال عائقا أمام هذه المساعي. العفو العام لم يطبق صراحة بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، لذلك ينبغي اليوم تبييض السجون. هناك الكثير ممن انتهت محكوميتهم، لكن نتفاجئ بأنه يعني لن يطلق سراح. لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق جدي ما بين الكتل السياسية، وأيضا وزارة العدل يجب أن ترفع عدة تقارير بضرورة تبييض السجون، لأن هناك كما تحدثت الكثير ممن يعني انتهت مدة محكوميتهم. وأمام الانسداد السياسي في إيجاد تشريعات تسهم في تقليل عدد السجناء، تتجه الحكومة إلى إجراءات تخص البنى التحتية للسجون، منها توسعة المساحات وإنشاء مدن إصلاحية وإعادة تأهيل لبعض السجون ضمن خطة يحتاج تنفيذها إلى أكثر من عام لتصل الطاقة الاستيعابية بموجبها إلى 200%. علاء الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.